السلام عليكم ورحمة الله. وهذه اللافانتي وين اللي بيكسب وين وين حديدة كسبه يودي الله يبارك. شوف جناب ربي يبارك. طبعا السيارة فازوز قمات خلفية صفار صالون الله يبارك من داخل. طبعا صالونها مو جلد, صالونها هذا العادي ونظيف مغلف. المهم عندك فودر ربي يبارك, وعندي الكاميرا يا حزين شغالة, أمورك طيبة ماشي حقائق. 169,000 وهذا ستيرسو قاعد احرش, ولما نقول لك حقائق معناته ورقتها عندي وتلقاها في نهاية الفيديو. الله يبارك. صالون قص كشرة زيز, السيارة خالية من جميع العيوب. عندك هنايا اربع حساسات خلفية, سيارة بمحرك 16 كتين حديد, قص لا قشرة لا. وهذا الحوض جديد صفار ترنقلا كريك شكورتا, امورك طيبة. بلوط اصفار مدرس معي في جديد. هذه الجنب اليسار الله يبارك. عندنا هنايا الجنب اليمين سيارة بصفة عامة ربي يبارك, سعرها 19,800 مع الشراي مش حنقصر. السلام عليكم.